كلما خفت اشتعلت، فإذا قيل انقضت وتوهم الناس إنها الآن إلى زوال تمادت، ذهبت، بلغت الغاية. طيب نهاية فتنة الدهيمة ونهاية الفتن هذه المتلاحقة، نهايتها أن الناس ينقسمون إلى معسكرين، إلى قسطاطين يتميزون. هذه الفتن تميز بعضهم عن بعض، فأهل الإيمان يذهبون في معسكر وتجمع خاص بهم، قسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا في أصله ولا في فصله، لا في اعتقاده ولا في عمله. الناس خالصون، خالصون من النفاق، لا في نفاق الاعتقاد، كل صون من النفاق، لا في نفاق الاعتقادي ولا النفاق العملي، لأنه قال فسطاط إيمان لا نفاق فيه، لا نفاق، لا نافية، ونفاق نفرة في سياق النفي تفيد في العموم، لا نفاق، لا أكثر ولا أصغر، لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، لا أصلا ولا كمالا، وإنما هو مجموعة من هؤلاء العفنين المنافقين أهل الكفر والكذب والخيانة ونقض العهد، كلهم يجتمعون مع بعض. إذا حدث هذا انتظروا الدجال، أي ظهور الدجال.